الأيقونات بين الثقافة والفن والدين في هذه الحلقة من آفاق. وتتابعون معنا أيضاً السياحة الطبية وفن تجميل الابتسامة، الإنشاد الصوفي في تونس، تنوع وإتقان. ولكن بداية مع الأيقونات من أحد مواطن تصنيعها في دول البلقان وتحديداً بلغاريا. في هذه الكنيسة خارج صوفيا تجسيد لاستخدام الأيقونات دينياً وزيارة إلى مشغل ترسم فيه الأيقونات للإطلاع على تفاصيل صناعتها. الأيقونة الأرثوذكسية هي واحدة من أكثر الأمور قداسة في العالم المسيحي الأرثوذكسي، وليس من قبيل الصدفة أن تشكل الأيقونة أحد أهم الرموز الجمالية في الكنيسة وفي كل بيت مسيحي، كما أنها تشكل عمقا روحيا متواجدا في صميم الكتاب المقدس. إذا عدنا إلى الماضي بإمكاننا القول إن بلغاريا حتى قبل أن تصبح دولة مسيحية كانت تعرف المسيحية بسبب قربها من الإمبراطورية البيزنطية. بعد أكثر من 200 عام على تأسيسها كدولة من قبل خان أسباروخ وفي زمن بوريس الأول، بلغاريا أصبحت دولة مسيحية مجاورة للإمبراطورية البيزنطية، ونتيجة لذلك جاء تأثر بلغاريا بطريقة هذه الإمبراطورية، طريقتها في استيعاب الإطار الروحي للديانة المسيحية بما في ذلك الأساليب الفنية وبناء الكنائس. هناك علم متكامل في العالم الأرثوذكسي، وكل أيقونة لها دورها ومكانها المحدد فيه. كل رسام وقبل أن يبدأ برسم الأيقونة وقبل أن يجمع أدواته ويختار اللوحة، من المفترض أن يكون حتما قد قرأ الكتاب المقدس وفهم مفرداته ومعانيه وأبعاده وتعرف على كل ما يتعلق بحياة القديسين قبل أن يقوم بالرسم. عملية رسم الأيقونة أعقد بكثير من رسم لوحة فنية عادية، والسبب يعود لكثرة المواد المستخدمة في الرسم. يتم الرسم على لوح من الخشب، من الأهمية بمكان أن يكون جافاً تماماً كي لا يتأثر مع مرور الوقت، وعادة ما يتم وضع قطعة من القماش حيث يتم كيها بشكل يمكن وضع طبقة الذهب فوقها. يتم العمل بتقنيات مختلفة يجري خلالها استخدام مواد مختلفة. ولكي يتم تجنب اختلاف الصور والرسوم لقديس واحد وسعياً وراء توحيد الطرق والمذاهب في رسم صور القديسين، تم الاتفاق على خطوط عامة في الرسم، وكمثال على ذلك الرسم الخاص بالقديس نيقولاي، حيث سيكون من السهل التعرف على صورته من قبل الإنسان العادي في أي كنيسة أو بيت مؤمن. وبحسب النصوص الكنسية فإن أول رسام أيقوني كان القديس لوقا، والذي بيده رسم صورة الأم الإلهية. وأنا برأيي كرسام متخصص في الأيقونات، من الأفضل استخدام أصباغ طبيعية، ومن خلال هذه الأصباغ يمكن تحقيق نتائج جيدة على مستوى التلوين، مما يؤمن مدة أطول لبقاء الأيقونة. كما
هذه الأيقونة مصنوعة من خشب الجوز الممزوج مع الآجر، وتتضمن عناصر كثيرة من العالم النباتي ورد كثيرة. وهنا تنتهي الأيقونة بمجموعة من الميداليات وصور بالأساس لحواء وآدم. تمثل الأيقونة بالنسبة للشخص العادي حياة كاملة. نحن عندما ننظر إلى الأيقونة لا ننظر إلى اللوح الخشبي أو إلى أي حد تتسم اللوحة بالإتقان، بل نغوص بعمق في حياة هذا القديس الذي هو في الواقع شخص مثلنا، لكنه بسبب إيمانه ورفعة أخلاقه وصل إلى مكانة القديس، الأمر الذي يشكل قدوة لنا. وفي أول اجتماع له بعد الاستقلال عن الدولة العثمانية، قرر السينودس المقدس للكنيسة المسيحية الأرثوذكسية العمل على جمع كافة التحف والأيقونات واللوحات التي لم يكن من السهل الاحتفاظ بها أو إعادة ترميمها. في البداية عملية الترميم كعلم لم تكن معروفة في بلغاريا، وإعادة رسم الأيقونات اطلع فيها أشخاص لهم خبرة في عالم الفن والرسم مستخدمين خبراتهم ومعارفهم. ها هي أقدم أيقونة خشبية في بلغاريا، وهي تجسد القديسين المحاربين، هنا القديس جيورجي والقديس ديميتر على الأحصنة. عندما تتم إعادة رسم أو إصلاح أيقونة ما، يجب على المرمم أن يفهم طريقة رسم هذه الأيقونة وكيف كانت في شكلها الأصلي، لكي يتمكن من أن يقترب قدر الإمكان من تفاصيلها الحقيقية والأصلية دون أن يتدخل أو يغير من الرسم الأصلي. هنا أيقونات للسيدة العذراء على الوجهين. هذه الأيقونات جاءت من جنوب بلغاريا بالقرب من البحر الأسود، وتاريخها يعود إلى ما بين القرن 13 والقرن 16. رسم الأيقونات وجد مجالا له بين الأطفال المحرومين من ذويهم، حيث كانوا يتدربون على الرسم في معاهد متخصصة في بلغاريا، ومنها المدرسة الأيقونية في مدينة فيليكو تورنوفو. ومن هذه المدرسة أمامنا هذه اللوحة المميزة بأسلوبها. نحن هنا في مشغل المتحف الكنسي. في هذا المدون الكبير نجد أسماء أشهر المرممين المعروفين في بلغاريا، وكلهم ساهموا في ترميم لوحات موجودة لدينا هنا. وهنا نجد تفاصيل عملية ترميم اللوحات، بما في ذلك تاريخ بدء العملية وتاريخ الانتهاء وتاريخ إعادتها إلى مكانها بعد ترميمها. وكما قلنا سابقاً، الرسامون الأوائل كانوا يستعملون هذه الأنواع من الأصباغ على شكل مساحيق ناعمة، وعادةً ما كان يتم خلطها بصفار البيض. أما حالياً نجد أن الرسامين يستخدمون أوراقاً مذهبة لإعطاء اللون الذهبي للأيقونة.
نحن المسيحيون لا ننظر إلى الأيقونة على أنها لوح من الخشب ومجموعة من الملونات والمساحيق، بل تجسيد متكامل للشكل والصورة المرسومة عليها. الأيقونات هي أشياء حية نتفاعل معها، وهي ليست لوحات ميتة، بل هي فضاء متكامل يحكي لنا قصصا حول إنقاذ الإنسان الذي يحاول أن يسلك هذا الطريق ويريد أن يقتدي به. اشتهرت بلغاريا بالسياحة الطبية، وإحدى جوانبها التجميل، وقد اكتسب تجميل الابتسامات اهتماما كبيرا في هذا المجال، حتى ارتقى إلى حد وصفه بفن صناعة الابتسامة. الابتسامة هي هوية الشخص، هي جواز سفره يلي ممكن يعبر فيها حواجز يلتقي كل يوم. بحياتنا الاجتماعية الابتسامة والمنظر الجميل للشخص هو مهم جدا. ممكن الشخص يكون غير معجب في أشياء بجسمه أو بمنظره، ولكن عن طريق الثياب أو المكياج ممكن يخفيه. بس إذا كان عنده ابتسامة سيئة أو وضع سيء للأسنان من الصعب إخفائه. لذلك نحن بنشوف المرضى اللي عندهم ابتسامات سيئة أو مشاكل جدية في أسنانهم بيحاولوا إخفائها عن طريق وضع يدهم على الفم أو عن طريق تقلص عضلات الفم والوجه عند التكلم منشان يخفي الابتسامة تبعه. أنا أشعر كأني لطيف شخص. أنا الآن أشعر بأنني امرأة مبتسمة وجذابة. دائماً كان يعجبني الأشخاص الذين لديهم ابتسامة جميلة، لكن مع الأسف لم يكن حظي جيد ولم تكن ابتسامتي جميلة، لذلك كان حلمي أن أمتلك ابتسامة جميلة. كنت على دراية بأن مشكلتي معقدة، وقرأت أن عملية التجميل تتطلب جهداً كبيراً. من حيث المبدأ ممكن نحن نلاحظ اختلاف بالابتسامة عند نفس الشخص إذا نحن بدنا نحلل وجهه، فممكن بتغيير وضعية أسنانه أو لونه نغير ابتسامته، مع العلم أنه الابتسامة هي تتألف ما بس فقط من الأسنان وترتيبها، تتألف من الأسنان والأنسجة الرخوة ما حول الأسنان مثل الفم والأنف والخدين واللثة، ولكن بشكل عام نحن ممكن نغير الابتسامة فقط عندما نغير حالة أو شكل الأسنان أو ألوانها. عند تحليل الابتسامة نحن بنعمل فوتو سيسيوم صور ومنحلل التناسق والتناسب ما بين الأسنان فيما بعضها البعض، وما بين الأسنان واللثة، وما بين الأسنان والأنسجة الرخوة اللي محيطة بالفم. المرجع الجمالي للابتسامة عندنا من حيث مبدأ مدرستين أو مرجعتين، هي الأمريكية والأوروبية. الأمريكية تعتمد أكثر على الوضع المثالي للأسنان، الترتيب المثالي، اللون الأبيض الناصع، والتناسب والتناظر التناظر التام ما بين الأسنان بالجهة اليسرى أو اليمنى، بينما المدرسة الأوروبية تعتمد على النشر، على الطبيعية أكثر. منلاحظ بالمدرسة الأوروبية إنه الابتسامة ممكن الأسنان تكون ألوان قاتمة وممكن تكون مرتبة بحيث ما بشكل مثالي إلها. أغلبية المرضى اللي يأتون من الشرق الأوسط هن طبعاً يطالبون بالتايب الأمريكي أو الشكل الأمريكي للابتسامة. My work in this clinic is that I prepare teeth for the
ما أفعله في هذا المركز الطبي هو تأمين نجاح عمليات الابتسامة التجميلية، وأقوم أيضاً بمعالجة الأسنان من الآفات المعروفة، وأرى أنه من المهم أن تكون الأسنان صحيحة وليست بيضاء فقط. أنا أحب ابتسامتي وأعتقد أن الابتسامة تساعد الناس على قبولك والشعور بك. كان لي لقاء مع الطبيب غيث الذي أخبرني بأن الوصول إلى الهدف ليس سهلاً لأني أعاني من مرض صحي جدي. قمنا بوضع خطة حول كيفية العمل والمدة. الهم الرئيسي كان هو كيفية الوصول إلى الهدف دون أن يكون هناك تعقيدات صحية أخرى. المرضى اللي بيزوروا المركز هن مرضى من مختلف أنواع أو مختلف طبقات المجتمع، مرضى أناس عاديين ومشاهير من بلغاريا ومن خارج بلغاريا من أوروبا. طبعاً من الأسباب الرئيسية لمجيء المرضى إلى بلغاريا ومركزنا الطبي هو بالدرجة الأولى الجودة التي نعطيها في مركزنا الطبي. الدرجة الثانية بلغاريا هي دولة متعددة أو عندها مقومات كثيرة في مجال السياحة، عندها سياحة شتوية وسياحة صيفية. بلغاريا مشهورة في المياه الكبريتية والمعدنية بشكل عام. المريض عندما يأتي للمعالجة فهو يكون مهيئ نفسيا للقدوم إلى المعالجة في مجال طب الأسنان، فهذا شيء كويس بالنسبة لنا. طبعا مثل ما بتعرف أنت دائما زيارة طبيب الأسنان هو مصدر قلق للشخص، والمريض ساعة اللي بيكون جاي يتعالج ويسوح هذا شيء كويس كتير بالنسبة لنا، لأنه هو بيكون عنده غير زيارة المركز الطبي اللي هو ممكن شوي يشد البني آدم، بيكون عنده مجال في الاسترخاء عندما يقوم في زيارة المراكز السياحية في بلغاريا. الابتسامة هي الطريق الأقرب للتقرب من الناس، فكثيرون يعتبرون أن الإنشاد الصوفي هو الطريق الأقرب للتقرب من الخالق. فلننتقل معاً إلى تونس، حيث تنوعت أنماط وطرق الإنشاد الصوفي، منها العيسوية والمجرد والسلامية. فلنتابع. ملك السلطان يا بابا ما عرف الله، ملك السلطان قبرك دواتي، الله الله في كل أوطان يا بابا ما عرف، في كل سباحة تجي تزورك الله. عسلامتكم، مرحبا بكم. أنا عدنان شقرون شيخ فرقة الحضرة المرسوية، إن شاء الله اليوم بتسهروا معنا في عرض للإنشاد الديني والصوفي، وبش نوريكم فيهم برشا أنماط معناها من هذه الأناشيد، تتمثل في بعض من الأناشيد السلامية، كذلك من المجرد والعيساوية. الله الروفة وحويجي معاهم، الله نسبة جيلك يا بابا محرز ملك السلطان. بالنسبة للعروض هذه قبل ما نبدأ معناها عندها لبس خاص اللي هو يتمثل في اللبسة التقليدية متاعنا، فهمتني، اللبسة التونسية العزيزة، تتمثل الساعة في الشاشية هذه التونسية، كذلك الفرملة يعني هاك تشوفوا فيها كما تراو هذه تسمى الفرملة، فهمتني، وكذلك هذه سروال الجولف، فهمتني. وبالنسبة للصبات زاد هذه صبات تسمى كونترا، فهمتني، والكلاست نتاع الجبة وكخاصة، ومن بعد معناها فوق منهم تجي الجبة. عيساوية عيساوية في دمي، فن من الفنون، كما واحد عواجي مدري شنو ابوه وعائلته مدري شنو تلقاه فنان في شيء اخر، ابوه مالوف تلقاه مالوف يحفظ. انا تربيت في الحوايج، نحفظ المجرد نحفظ البراو نحفظ. ما كاش شيخ الكامل، ما كاش شيخ الكامل، ما كاش شيخ الكامل، وانا بيك النادي، ويلي قلبي يا برا يا خويا، قلبي يا برا، ويلي قلبي يا برا مشر العيوب. هذه هي الطريقة يا شهيد الصوت، الله كن واثق بالحقيقة والسنة والكتاب.
الحضرة هما اللي يقعدوا لوطة اللي يغنيوا ويدربوا، والذكارة اللي يشدوا صف، هذوكم الذكارة يعاونوا الحضارة، الحضارة يعاونوا الذكارة، هذاك يذكر والآخر يرد عليه باش يعاونوا باش يلقى الفس ويلقى فهمتني. وهذا كليك الحزب، يلمنا الحزب، الحزب هذا دعاء وقراءات قرآنية وصلاة على النبي وتسبيح وتهليل فهمتني. الأذكار اللي يقول فيها سيدي محمد بن عيسى يعاودوهم المنجدين اللي في الصف يعاود معاهم، يبدا يعاود 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 لين يبدا يدخل فهمتني في في قوه خارقه في بدنه، كما جماعه النينجا وجماعه الجدول وكا فهمتني، يبدا يعيط ويبدا يمشي بشويه بشويه لين يولي يتخمر. كيفاش بديت نتاع العيساوية، كيفاش سمعناها من الكبار، تو نجيو احنا نسألوا سؤال، كيفاش يتخمر، كيفاش ياكل القزاز وشي ما يعمل له، كيفاش ياكل عقرب وتعمل له حتى شيء، كيفاش كيفاش. قالوا لنا سيدي محمد بن عيسى في المغرب قاعد فهمتني يذكر في الله ويسبح ويصلي ويقري في القرآن واحد وكل شيء، كي أراد الحج باش يحج ما عندوش فلوس باش يشري زاد واحد وكل شيء، قصد ربي كاك من جملة الأذكار يطلب في ربي أن يسخر له الموجود في الثنية باش يأكله باش يعيش منه باش فهمتني. وخذينا العهدة من الكبار اللي أكبر مني أنا، نعمل مثال باشاوس. الباشاوس هذايا في العيساوية هو اللي يهبط عكاشة ويقوم الدوخ ويوكل الناس اللي تاكل، اللي ياكل مسامر واللي ياكل قزاز واللي ياكل عقرب. الشخص اللي يتقمص دور السبع ياكل القزاز اللي هو زجاج بلار فهمتني. الباشاوس هو اللي يوكله وقت اللي يكمل التخميرة متاعه، يخرج من التخميرة متاعه أنه بشي قوله قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله ويعمل هكاه ويبدأ يرعش، لكن الرعشة هذيك كأنه يخرج في إفرازات التخميرة فهمتني. أحنا ندوروا بالناس اللي تتخمر حماية ليه وحماية للمتفرج. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من آفاق
نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. يمكنكم دائما التعليق عبر مراسلة فريق الأعداد على afaq@bbc.co.uk أو زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/afaq.bbc. ولمعرفة تفاصيل التصوير والإعداد تابعونا على تويتر @bbc_afaq. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية، لكم مني ومن فريق الأعداد أطيب التمنيات. إلى اللقاء.